ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اتعودنا مع بعض في سلسلة المعلومات القانونية اللي بيقدمها موقع نقابة المحامين ان احنا كل اسبوع بنتكلم عن موضوع جديد وعن ملف جديد من الملفات اللي بتهم اخواتنا وزمايلنا من شباب المحامين، اللي دايما بيسألوا اسئلة مهمة، منها الاسئلة المتعلقة بماذا تفعل الزوجة او المطلقة حال امتناع الاب او الزوج عن النفقة على أولاده. بمنتهى البساطة، المشرع المصري بيعطي الزوجة الأم سواء كانت زوجة أو مطلقة بصفتها أم حاضن، إذا كانوا الأطفال أقل من 15 سنة، بأن تقوم بتحريك الدعوى المدنية التي ترفع أمام محكمة الأسرة لطلب النفقة على الصغر. بتبدأ بطلب التسوية اللي بتقدمه في مكتب التسوية بحسب المحكمة والدائرة التابع لمحل إقامتها، واللي بتعتبر منذ هذه اللحظة هي المحكمة المختصة بكل دعاوى الأسرة المربوطة ما بين الطرفين. بيتحدد جلسة وبناء عليه بيتم تقرير الموقف القانوني فيما يتعلق بالتأشير على إحالة الطلب للمحكمة باعتباره دعوى مبتدأة للمطالبة بالنفقة. في دعوى النفقة، بنرفع دعوى النفقة، المحكمة بتطلب التحري مع الإعلان وإعادة الإعلان عن دخل الزوج، واللي بيحاول من خلالها محامي المدعية أن يثبت يعني ظروف الزوج المالية ويسر حالته المالية، لأن المحكمة تقرر النفقة وفقا للظروف المادية للزوج يسرا وعسرا. فلو كان ميسور الحال، كلما كان ميسور الحال يبقى مبلغ النفقة هيزيد والعكس صحيح. طيب إذا أصدرت المحكمة حكما بالنفقة للصغار ومع ذلك امتنع الزوج عن الدفع او تعثر في الدفع او تعذر التنفيذ عليه، هو متعثر او هي تعذر عليها التنفيذ او انه امتنع، لو تعذر عليها التنفيذ لانه ما عندوش ومتعثر يبقى بتروح بنك ناصر بيدفع لها نفقة بمبلغ 500 جنيه حد أقصى. لكن لو امتنع وهو ميسور ويقدر يدفع، يبقى من حقها تعمل حاجة اسمها دعوة متجمد، وبناء على ليه بتعمل دعوة حبس، والمحكمة بتصدر حكمها بحبسه إذا امتنع عن سداد النفقة. وبيبقى الحبس هنا يعني الأمر متعلق بالدفع أو الحبس، وده بيعتبر من أهم الأدوات أو الأليات اللي بيستخدمها القانون المصري مع الراجل وللضغط عليه وإكراهه على أن يدفع النفقة للصغار إذا كان ممتنعا عن سداد النفقة. يبقى احنا عرفنا دعوى النفقة بإجراءاتها من أول طلب التسوية وتحريك الدعوة وإعادة الإعلان ثم التحري، وبعد حجز الدعوة للحكم والمحكمة بتصدر حكما بالنفقة وهي بتنفذ على جهة عمله إذا كان موظف حكومة أو عنده فلوس منقولة أو لديه أموال سيلة أو له مصدر دخل معلوم بتنفذ عليه. لو ما قدرتش تنفذ عليه، غائب ممتنع مش موجود، بتقدم ده لبنك ناصر وبتعمل توكيل لبنك ناصر اللي بيدفع لها نفقة ولكن بحد أقصى 500 جنيه. لكن لو ممتنع ومتعمد الامتناع بتعمل متجمد وبعد الدعوة حبس وبيتم التنفيذ عليه ويبقى قدامه حل من اتنين، يا الدفع يا الحبس. يا رب تكون المعلومة وصلت لكم. شكرا لكم. أحمد مهران.